فهذا الملتقى اليوم الذي تنظمه مصالح أمن ولاية ميلا بالتنسيق مع مجلس قضاء ميلا حول مواضيع المراقبة الإلكترونية أو السوار الإلكتروني، أيضا التعديلات الجديدة التي تمس أو مست قانون الإجراءات الجزائية، أيضا الإجراءات الاستثنائية في التعامل مع الأحداث. هي ثلاث مواضيع في هذا اليوم الدراسي ينظمها وينشطها قضاة من مجلس قضاء ميلا وأيضا إطار من المصلحة الولائية للشرطة القضائية. هذه الملتقيات مفيدة ومفيدة جدا، خصوصا مع التعديلات الجديدة التي تطرأ على قوانين الدولة الجزائرية. جاء المشرع مؤخرا بقانون جديد فيما يتعلق بالسوار الإلكتروني. السوار الإلكتروني جاء كبديل للحبس المؤقت، أقره المشرع الجزائري، وحنا كدفاع نستحسن هذه الظاهرة.